السلام عليكم البنات، وصباح الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير ام وسيم. وصفتنا اليوم هي الكحك بالحليب. المرة اللي فاتت انا ديت لكم نورمال لموه بالماء، هاد المرة انا ديت لكم بالحليب. هذا يجي قطني هش، ما تأمنش عقلكم، روعة. الوصفة تاع اليوم شمال المقادير. هنا عنا كيلو فارين، هادي كيلو. عنا مغرفة كبيرة تاع السكر، وهنا عنا مغرفة ونص ولا زوج مغارف تاع الخمارة تاع تاع الخبز. هنا كاس حليب دافي، الكيس راه عندي كبار هادو. هذا كاس سكر كبير، وهنا بما يعادل نص كاس تاع هذا الكاس تاع الحليب، باسكو هادو كيسان كبار. فوالا، هنا عندنا شويه تاع لافاني، عندنا لا ليفير كيميك، وعندنا لي زاس تاع السيترون، وعندنا قرصه ملح بطبيعه الحال. فوالا، نبداو على بركه الله. بسم الله. فوالا بسم الله نبداو. هنا عندنا كاس تاع الحليب تاعنا، زيت السكر. البنات هنا راني تخلط عليها الامور. هنا انا بما ان عن الكاس تاع الحليب والكاس تاع السكر، هذاك المغرفه تاع السكر ما تحقوهاش. هنا نزيدو لا ليفور تاعنا، وهنا نسيت ما قلت لكمش هذا الماء غليته وكي غلى قست عليه الحبه الحلوه اللي عندكم تاني، الخنجلان اللي عارفه حبه حلوه تمدلنا هنايا البنه هايله. هنايا ما خليتهاش تغلي، قصتها بيد ما غلى لي هذاك الماء وخليتها تطلق البنه تاعها. فوالا نصفيها ونزيدها مع الخليط تاعنا. فوالا هادو خليهم يتفاعلوا لنا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ونزيدو المقادير التالية. البنات بعد ما تخاثر لنا الخليط تاعنا، شوفوا كي ولا تفاعلت لنا هذيك الخميرة مع السكر. ما نزيدوش الزيت في الديبي باسكو الزيت يحبس لنا هذاك التفاعل تاع الخميرة. نزيدوه حتى تفاعلنا. وهنا عندنا لي زيت نزيدوهم. فوالا فوالا نزيدو هنا شويه تاع لافاني، واحد مغرفه صغيره لا ليفير كيميك. زيد لنا هذاك الكحك هشاشه ويجي خفيف. بلا ما نساو القرصه تاع الملح غير شويه. الا كان عندكم ليزر تاع التشينا هادو كاع يزيدو لنا بنه. وهذيك الحبه الحلوه اللي من قبل حميتها ودت عليها هذيك الحبه الحلوه، هذوك اللي بقاو لنا شويه نزيدوهم هنايا باسكو مدلنا بنا. نبداو نزيدو في لافارين تاعنا ونلمو. فوالا
لا مدا بيكم لابا تاعكم ولا العجينه تاعكم ما تقصحوهاش بزاف، توجور تخلوها شويه خفيفه باش يجينا طري وخفيف. كي تكثروا لا فارين بزاف ما راحش تجيكم شغل بخفي هكا، تجيكم تماسك بزاف ويجيكم شويه يبس لكم الهله. مي كي ما تكثروش لا فارين تجيكم هشيش كيما هو، كيما الخبز كيما السفنج كيما اي حاجه تاع هكا عجنه. مدا بيكم ما تكثروش. انا غادي نلم لاباط تاعي. البنات انا لميتها العجنه تاعنا ما كثرتش لا فارين، تشوفوا كي تلصق تخلوها كيما هكا، خلوها تيح واحد 10 دقائق. اصلا كي تشوفوها هذيك ابخي هذيك 10 مينوت تلقاوها ملساء وصاي تنجموا تحكموا فيها. نبداو نخدموا في الكحك تاعنا ان شاء الله. فوالا اللي عندها بيترين تستخدم من البيترين اريح ونتيجه تجي مرضيه، واللي ما عندهاش ما تستخدم يديها. فوالا خلوها تريح ونغطوها ونعاودو نرجع لكم البنات. شوفوا البنات بعد ما خليتها واحد 10 دقائق شوفوا الحجم تاعها كيفاش ولا ضاعف. حاولوا نحطوها هكا. شفتوا كيلو تاع لافارين؟ ثاني هذه المعلومه نزيدها لكم، هنا ما دخلتنيش كيلو بالضبط، زدت واحد 200 غرام صافي كيلو و 200 غرام باسكو الكيسان تاعي كبار. نتوما على حسب الكيسان تاعكم تبغوا تصغروا تبغوا تزيدوا. البنات هنا بعد ما درتهم هكا حلابيش درت لي كميه كبيره، هنا نديرهم دي بول على حساب الرغبه تاعكم نتوما ما بغيتو. انا خدموهم دي بول وهادو نخلهم يريحوا ونجي ونغطوهم. فوالا نفتحوا العجينه هكا نلوها ولا نطوها. فوالا من الاحسن ما نخدموش بلا فارين دروك، خلوها هكا تلصق الافضل. فوالا وهنا بور ديكور نجمو بالمقص نجمو بالموس ولا الخدمي. فوالا فوالا البنات شوفوا تراديسيونيل طماطنا ربي يخليهم لنا. زيد معكم حبه بلا حلال غير بيديك. وهنا كما قلت لكم نطوعها ديكور. هذا الشيء شغلكم البنات كيما تبغوا الديكور تخدموا به. هنا غادي نلويها هكا فوالا ونديكورها بالمقص. هكا يجوا ياتيرو
المظهر تاعهم خمس سامبل فوالا. نكمل الحبيبات تاعي هادو ونتلاقاو من بعد البنات. البنات بعد ما خليتها خمر خملنا ليه ليه ما طولناش، هنا درت انا من كطاش البيض في الاولى في الديبي ندير اللي نسحقه كيك ملي نعاود ثاني نفقص واحده اخرى. هنا درت البيض اصفار البيض عفوا معاه شويه نص مغرفه تاع قهوه كافي نوار كنت طيبتها فوالا. نبنسوهم هكا بلا ما نهبطو هذيك الخميره تاعهم كما كتشوفوا هنايا في البلا تاعنا. راني درت بابي كويسون، بابي كويسون ساعده يجي شباب بزاف طيب تاعه خير من ماشي كاستيون باش يلصق لنا انا البلا تاعي هذا ما يلصقش، مي بابي كويسون الطياب تاعه يجي شباب. فوالا وانا راني سخنت الفور تاعي لو ماكسيموم 200 نورمالمون 220 ولا 230 دوغري. سخنيه من قبل واللي بغات ما ديش الكافي القهوه مع البيض ما ديش، تخليه غير صفار البيض ولا دي شويه حليب. انا نبغي هذاك لا كولير شابه تاع البيض ولا هنا نديرو شويه جلجلان البنات، بغيت يدي السكر بغيت يدي جلجلان اللي بغيتوها ديروها البنات. فوالا انا راح نديرهم في الفور يطيبو فوالا ونتلاقاو صحن تقديم البنات ان شاء الله. البنات الكحك تاعنا راه وجد دوك نوريكم القوام تاعه كيف داير. شوفوا برونش اسفنجي والله غير اسفنجي صدقوني البنات. فوالا شوفوا نوريكم حبه شوفوا شوفوا مي يديروا البابي كويسون شوفوا الطياب تاعهم كيجي داير ما يلصق لكم يجي هايل. شوفوا شوف نقسم لكم حبه قدامكم شوفوا شوفي خفيف خفيف ريشه ما شاء الله جاي هبل. فوالا البنات هاد الكميه تاع كيلو درت كيلو و 200 غرام شو درت كيلو ما قدنيش كثرت الكيسان الكبار. انا هذاك الكاس يفوت 200 مللتر ولا 220 مللتر فايت. المهم جاتني كونتيتي كبيره نوريكم ثاني هذا شوفوا جاتني واحد 30 31 حبه شوف شوف كده جاي هبل وانا كبرت الحبه. ان شاء الله البنات تجربوا هذه الوصفه هذا الكحك تاعنا تاع الغرب الجزائري ان شاء الله تجربوها وتفرحوا العائله تاعكم. واذا عجبتكم الوصفه البنات كيما موالف ديروا لي ابوني وجيم وعاونوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.